النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث فيها عن بعض المحاور الأساسية والتي نبدأها بالطقس المتوقع هذه الليلة ونهار يوم الغد. سنطلعكم بآخر التحديثات الخاصة بالكتلة الهوائية القطبية المتوقع أن تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة اعتبارا من نهار يوم غد. كما سيكون المحور الثالث هو الحديث عن توصيات هامة وجادة بشأن التعامل مع الأحوال الجوية القادمة باتجاه المملكة. نبدأ دائما نشرتنا بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير إلى تفرق عدد كبير من السحب والغيوم التي كانت موجودة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط كنتيجة لتحرك المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة نهار هذا اليوم، وصنف بأنه من الدرجة الثانية مبتعدا عن المملكة. وبالتالي يتوقع بمشيئة الله تعالى الآن أن يحل محله اندفاع لكتلة هوائية قطبية التي تحدثنا عنها في عدة مناسبات خلال الأيام القليلة الماضية. في شرقي البحر الأبيض المتوسط كما نلاحظ أن هناك السحب أصبحت أكثر تفرقا، لكنها ما زالت موجودة، وهي من المتوقع أن تحرك باتجاه الشرق خلال 48 ساعة المقبلة، وهي التي ستكون بمشيئة الله تعالى مسؤولة عن بعض الهطولات المطرية والثلجية بالأخص فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. دعونا نرى سوية خرائط المحاكاة الحاسوبية لأماكن توزع الهطولات خلال ما تبقى من اليوم وخلال 48 ساعة القادمة. إذن مساء هذا اليوم كما نلاحظ عدد واسع من مناطق شمال ووسط المملكة أصبحت تحت تأثير هطولات محلية. عندما نتحدث عن هطولات محلية أي أنها ضيقة الأماكن الجغرافية وهي متباعدة زمنيا وجغرافيا في بعض الأحيان، ولكن نلاحظ تركز الهطولات في المناطق الجنوبية من المملكة. هذه الهطولات ستكون على شكل تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية التي ترتفع أكثر من تقريبا 1200 إلى 1300 متر عن سطح البحر. مع ساعات فجر يوم الأحد تبقى الفرصة مهيئة لبعض الهطولات في المناطق الشمالية والوسطى، ربما تكون هذه الهطولات على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى بما فيها أعالي غرب العاصمة عمان، لكن تحدثنا سابقا أن هذه عبارة عن زخات متباعدة، في حين أن المناطق الجنوبية من المملكة تبقى تحت تأثير هطولات ثلجية ما بين الحين والآخر فوق تلك المرتفعات التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1200 متر عن سطح البحر. كما أن المناطق الوسطى من المملكة كما نلاحظ أيضا السمة الأساسية للأحوال الجوية غدا أن المناطق الوسطى والجنوبية هي تحت تأثير الهطولات سواء المطرية والثلجية، في حين أن المناطق الشمالية من المملكة تكاد تكون فيها فرص الهطولات نهار يوم غد أقل ما يمكن. إذن بشكل عام الأجواء غدا تشير لأن هناك هطولات مطرية أو ثلجية متوزعة ما بين المناطق الوسطى والجنوبية على وجه الخصوص. مع ساعات مساء يوم الأحد تركز كبير للهطولات فوق المناطق الجنوبية من المملكة كما نلاحظ، هذه ناتج عن هبوب تيارات هوائية شمالية غربية باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة، تناقص فرص أو الغيوم تدريجيا في المناطق الشمالية والوسطى. هذا الحال يستمر على ما هو عليه في ساعات ليلة الأحد على الاثنين، ونهار يوم الاثنين تستمر الهطولات في ساعات الصباح في المنطقة الجنوبية تكون غالبا على شكل تساقط ثلوج فوق أغلب المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية في الشراء، وتعود مرة أخرى بعض الهطولات بمشيئة الله تعالى إلى المنطقتين الشمالية والوسطى مع ساعات ظهر وعصر يوم الاثنين، غالبا ستكون على شكل ثلوج في بعض المناطق خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية، وتبدأ جميع هذه السحب والهطولات المطرية والثلجية بالتراجع السريع اعتبارا من ساعات مساء يوم الاثنين. دعونا نرى سوية أيضا توزيعات درجات الحرارة وكيفية اندفاعها باتجاه المملكة. إذن هذه خرائط محاكاة حاسوبية تشير إلى وجود كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة تحدثنا عنها سابقا متواجدة في الأراضي التركية بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الأراضي السورية. تبدأ هذه الكتلة بعبور المملكة بشكل تدريجي مع ساعات هذه الليلة ليلة السبت على الأحد. هذه الألوان الزرقاء هي تنم على درجات حرارة منخفضة دون الصفر المئوي في الطبقات القريبة من سطح الأرض.
بدء دخول هذه الهواء البارد باتجاه الأراضي السورية، وبطبيعة الحال في المملكة كما نلاحظ استمرار دخول هذا الهواء القطبي البارد تماشيا مع مسار الكتلة ومركزها، وتبقى المملكة على الأطراف لأنها ضمن النطاق الأكبر من ناحية البرودة بالأجواء، متوقع أن تؤثر على المملكة نهار يوم الأحد. هذه بشكل عام استعراض للخرائط المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة. هذه ألوان جديدة على مناطق بلاد الشام، غاية في القياسية، غاية في البرودة، شديدة البرودة وقارصة. المملكة تقع ضمن نطاق الأجواء القارصة للبرودة بشكل عام في أغلب مناطقها، ويستمر هبوب هذه الرياح الباردة والقطبية حتى مساعات مساء يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى، مع تراجع طبعا تدريجي في الأحوال الجوية. بالنسبة لخرائط الرياح اليوم، كان مميز هو سرعة الرياح المرتفعة جدا. هذه الخرائط تشير إلى وجود هبات كبيرة وقوية جدا من الرياح في جنوب وشرق المملكة مع ساعات ظهر اليوم، تراجع تدريجي كلما هدأت الألوان أصبحت إلى اللون الأصفر، تعني ضعف في سرعة الرياح. فهذا مع ساعات المساء تبقى الرياح يوجد لديها بعض الهبات في مناطق جنوب وشرق المملكة، ولكن مع ساعات الليل تبدأ الرياح بالتراجع تدريجيا، ومع ساعات نهار يوم غد تكون الرياح نشطة ولكنها ليست بنفس قوة هذا اليوم. إذن نعود للتحديث أكثر عن الأحوال الجوية. نتوقع هذه الليلة طقس بارد، تستمر بعض الزخات من الأمطار بالهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى، تكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج أو بعض الثلوج المتفرقة فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى. تهبط الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى 3 درجات مئوية، في حين تكون الملموسة 3 درجات مئوية تحت الصفر. هذه الليلة تبدأ تساقط الثلج بمشيئة الله تعالى على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، لا سيما تلك التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1300 متر عن سطح البحر بمشيئة الله تعالى. ننتقل إلى المحور الآخر، الحديث عن تأثير الكتلة الهوائية القطبية قارصة البرودة. نعود ونذكر بأن هناك كتلة هوائية قارصة البرودة قطبية المنشأ انفصلت من القطب الشمالي واندفعت إلى مناطق تركيا وبلاد الشام. هناك خبر على الموقع الإلكتروني وتطبيق يتحدث عن 10 أمور هامة، أدعوكم لقراءة هذا الخبر حول هذه الكتلة الهوائية القطبية وحقائق هامة، من أهمها أنها سلكت مسار قاري، أنها تعتبر قياسية في البرودة، وهناك العديد من المعلومات التي تحتوي هذا الخبر. ولكن بشكل عام مسار هذه الكتلة استقر أنه سيكون من الأراضي التركية، سيتوجه باتجاه مناطق العراق، هذا هو المركز لهذه الكتلة، ولكن تأثير الكتلة القطبية شامل معظم مناطق بلاد الشام والجزيرة العربية. مساحة هذه الكتلة ضخمة جدا للغاية، يصل إلى أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، يغطي مناطق واسعة من شرقي البحر الأبيض المتوسط. طبعا هذه الكتلة تسلك مسار قاري، وبالتالي حافظت على العديد من خصائصها، درجات حرارة متدنية للغاية، تصل في بعض مناطق بادية الشام إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، في حتى مناطق البادية الأردنية 7 درجات مئوية تحت الصفر، حتى وصولا إلى السواحل، حتى مدينة القاهرة في مصر درجة حرارة الصغرى تصل إلى 5 درجات مئوية فقط. وكذلك الأمر سيصل باتجاه العاصمة السعودية الرياض، تقريبا درجة حرارة تحت الصفر المئوي يومي الأربعاء والخميس. هذا هو المسار العام لهذه الكتلة الهوائية القطبية. مترافقة هذه الكتلة الهوائية القطبية مع تساقط ثلوج واسع النطاق تاريخي نوعا ما فوق العراق وحتى ربما العاصمة العراقية بغداد، بالإضافة إلى عموم مناطق بادية الشام والأراضي السورية. طبيعة سلوك هذه الكتلة الهوائية القطبية من ناحية المسار لن يكون يخدم مناطق فلسطين والأردن من ناحية الثلوج، لكنها تبقى حاضرة على شكل زخات خاصة يوم الاثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، بالإضافة إلى بعض المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى وأجزاء من البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. لنستعرض صورة أوضح لذلك، هذه خرائط توقعات الثلوج، فنلاحظ أن مناطق البادية الشرقية يوجد بها فرصة جيدة جدا للثلوج، مناطق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ستحظى بالنصيب الأكبر خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية من ناحية التساقطات الثلجية، سواء بدأ من هذه الليلة أو نهار يوم غد أو صباح يوم الاثنين. بالنسبة للعاصمة عمان والمناطق الشمالية فرصة مهيئة لبعض الزخات الثلجية العشوائية خاصة يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، كما نلاحظ امتداد الثلوج إلى مناطق أيضا في البادية الشرقية والجنوبية من المملكة. إذن ما هي الأحوال الجوية المتوقعة خلال 3 أيام القادمة؟ غدا الأحد هناك فرصة لأمطار ثلجية ومخلوطة بالثلوج فوق العاصمة عمان، في أعالي العاصمة عمان الفرصة أفضل أن ترى بعض الزخات الثلجية العظمى 4 درجات مئوية فقط خلال ساعات النهار، تهبط الصغرى إلى 2 مئويتين تحت الصفر مع أجواء قارصة البرودة وجليدية للغاية في أغلب مناطق المملكة. يوم الاثنين طقس
قارس البرودة، شديد البرودة، درجة حرارة العظمى كحد أقصى 3 درجات مئوية في العاصمة عمان. بعض الأحياء في العاصمة عمان ربما لا تتجاوز فيها درجات الحرارة الصفر المئوي، وهناك فرصة لأن نرى بعض الزخات الثلجية حقيقة يوم الاثنين، مع التنويه بأن يومي الأحد والاثنين هناك ثلوج قد تكون متراكمة على فترات في عموم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة. ليلة الاثنين على الثلاثاء تهبط الحرارة في العاصمة عمان إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر وسط موجة من الجليد والانجماد قياسية وقاسية في نفس الوقت في تعم معظم مناطق المملكة. يوم الثلاثاء الطقس يبقى بارد 5 درجات ما يفقد درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان، طقس قارس البرودة غائم جزئي، هناك فرصة لبعض الأمطار والأمطار الثلجية ليلة الثلاثاء على الأربعاء في ساعة الليل مع بقاء درجة الحرارة الصغرى متدنية، رغم أنها سترتفع بشكل ملموس عما كانت عليه ليلة الاثنين على الثلاثاء وتصل إلى 2 مئويتين بمشيئة الله تعالى. إذا هذه الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية. ننتقل من هذا المحور إلى المحور جدا وهو محور التوصيات، والتي يجب أن تكون توصيات تؤخذ على محمل الجد إثر تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية. نبدأ أول شيء بالانتباه أثناء المسير سواء مشيا على الأقدام أو حتى بالمركبات، لا يقتصر الأمر فقط على المركبات، بالانتباه أثناء المسير بسبب الجليد والثلج سواء ليلة الأحد على الاثنين في مناطق لن تتعرض لتساقط الثلوج، إنما بقايا الأمطار والطرق المبتلة التي ستكون على الطرقات ستتحول إلى جليد وهو خطر محدق حقيقة سواء للمشي على الأقدام أو بالمركبات. كذلك الأمر متكرر يوم الاثنين، هناك فرصة كبيرة وتوقعات بأن يعم الجليد والانجماد معظم مناطق المملكة بما فيها مناطق من الأغوار الحقيقة يتوقع أن تتأثر بهذا الأمر. الأمر الآخر هو ضرورة حماية المزروعات التي تتأثر بهذه الأجواء أو حتى المواشي وفي الصحراء والبادية، إضافة إلى تغطية المواسير المكشوفة وعدم الخروج ليلا في بعض المناطق بسبب أن درجات الحرارة قد تكون خطيرة من حيث انخفاضها خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية. والأمر الأخير هو الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والانتباه بأن هناك العديد من حالات الاختناق حدثت خلال ما سبق، وبالتالي ندعوكم للاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. أعرف أن الجميع يتمنى أن يكون هناك عاصفة ثلجية في الأردن، ولكن ليس هو هذا الحال. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالعاصفة الثلجية قريبا، ولكن حتى هذه اللحظة جميع المؤشرات تشير إلى أن المملكة غدا ويوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء على موعد مع أجواء قارصة البرودة وباردة جدا وقطبية. هذا هي السمة الأساسية، بعض الثلوج حاضرة ولكنها في مناطق محدودة وليست مناطق شاملة، وإن حدثت أي تغييرات سنكون معكم أولا بأول عبر منصات طقس العرب المختلفة. لا تنسوا لذلك الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحميل تطبيقنا طقس العرب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.